للولوج في بحور العلوم وآفاق المعرفة المختلفة، فانطلق نحو مسقط ليزاحم العلماء بركبتيه وينتقي أعلم أهل زمانه حتى يرسموا له مسار حياته ويتركوا آثارهم في شخصيته. أولهم الشيخ العارف بالله ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي، الذي يلتقي نسبه في الإمام الخليل بن شاذان الخروصي المولود ببلية العليا من وادي خروص بالرساق، وتتلمذ على يد والده العالم الرباني والسيد الرئيس أبي نبهان جاعد بن خميس، وهو الذي تولى صدارة الفتوى واليد الطولى في فنون العلم، ومن العلماء العاملين. هو إذن الشيخ كذلك عرفنا بشيخه ووضحنا مكانته العلمية، فلما سمع كذلك المعاناة التي عاناها الشيخ ناصر بن أبي نبهان والمضايقات التي وجدها من أقرانه، فلما سمع به السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي حاكم عمان آنذاك استخدمه لمسقط وقربه إليه وأحسن إفادته ولازمه وسار معه حيثما حل وارتحل حتى وفته المنية في زنجبار الشيخ ناصر بن أبي نبهان. فلما قدم الشيخ ناصر مسقط وأقام قريبا من بوشهر اقترب كذلك منه الشيخ سعيد بن خلفان وكان يستفيد منه كثيرا. وأما الشيخ الثاني وهو العالم الفقيه الأديب الفصيح حماد بن محمد بن سالم البسط، أصله من نخل جنوب الباطنة، وقد أقام بمسقط وكان قاضيا بها مع مجموعة من أهل العلم، استفاد أو أخذ منه علوم اللغة والعربية. ولما ظهر لهذا الشيخ نبوغ تلميذه كلفه الشيخ بنظم كتاب الكافي في علمي التصريح العروض والقوافي لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن عباد بن شعيب القنائي المعروف بالخواص، فاستجاب التلميذ لأستاذه ولبى رغبته فألف منظومة فسماها مظهر الخافي في نظم الكافي في علمي العروض والقوافي. فلما عرضها عليه طلب منه أن يثبت عليها شرحا مختصرا، وقد ذكر الشيخ الخليلي سبب تأليفه لهذا الكتاب في مقدمته. وقد احتك الشيخ بثلة من مشايخ عصره وفضلائها يشاركهم في لقاءاتهم ويحضر مدارساتهم بالمجالسة والمراسلة، ويشدون من أزره ويساندونه بكل صدق وإخلاص للقيام بواجب الإصلاح الديني وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ومن أشهر هؤلاء الأعلام الذين عاصرهم الشيخ ذو الغبيراء خميس بن راشد العبري، وكذلك العالم الركن في دولة الإمام عزان محمد بن سليمان الغاربي، وكذلك الشاعر الفقيه المفتي سلطان بن محمد بن السلط البطاشي، والفقيه الموسوعي الشيخ جميل بن خميس السعدي صاحب قاموس الشريعة، والعالم كذلك وغيرهم من العلماء الذين عاصروه من عمان أو كذلك من الجزائر كالشيخ القطب طفيش رحمه الله. وكذلك عاش الشيخ المحقق فترة من الطلب يتنقل في بين مجالس العلم من ويروي وكذلك ينشئ الطلبة ويؤلف الكتب. المطلب الرابع كانت في جهوده العلمية، ويمكن القول بأن المحقق ترك ثراثا فكريا وشعريا هاما يتمثل في قسمين: الطلبة الذين تخرجوا على يديه وأفادوا منه، والكتب والمراجع التي تركها. وقد ذكرت ووضحت كثيرا من الطلبة وكثيرا كذلك من الكتب والمراجع التي ألفت في سواء كانت في العلوم الإسلامية أو كانت في اللغة العربية وفي التجويد وفي كذلك الدرر النورانية في الأحكام القرآنية وغيرها من الكتب.